بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. انتقها صحيحا، انتقها صحيحا، موقع أنا السلفي. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. أما بعد، إخواني في الله، معانا في البداية مجموعة من المشاهد. المشهد الأولاني لماهر الأسد، أخو المجرم، أخو المجرم بشار الأسد، وهو بيقول إحنا ربنا ما اخترناش عشان نحكم سوريا، ولا شعب سوريا اختارنا عشان نحكمه. إحنا أبونا خد الحكم بالقوة، ومحدش هياخد الحكم مننا ولو كان ربنا، والعياذ بالله. المشهد الثاني لمجرم علماني على التلفزيون المصري وهو بيقول ربنا ماله مال السياسة. المشهد الثالث لصاحب محل مشغل كاسيت وواحد بيوعظه انه يغلق الاغاني المحرمة، وهو بيقول له الكاسيت ده هو اللي بيرزقني. المشهد الرابع لشاب من الشباب اراد ان يقع في الفاحشة مع فتاة من الفتيات، قالت له بس نروح مكان محدش يشوفنا فيه، قال لها انا هوديكي مكان ربنا ما يشوفناش فيه. المشهد الخامس لشاب من الشباب وهو على موعد مع فتاة، اول ما جت ورآها نزل سجد ليها فقبضت روحه وهو ساجد. الرابط ما بين المشاهد دي يا اخواني، الرابط ما بين المشاهد دي ان احنا في عصر الجرأة على الله، ان احنا عايشين في زمن الجرأة على الله. احوالنا ايه يا اخوانا واحنا خارجين من رمضان؟ وامة محمد خارجة الوقت من رمضان. رمضان مرؤومة بيودعك، بيقول لك انت هتقدر، انت صمت 30 يوم وقمت 30 يوم وابتلعت عن المعاصي 30 يوم وقريت القرآن 30 يوم، يبقى انت هتقدر تتغير، يبقى انت هتقدر هتبقى حاجة تانية. رمضان وهو بيودعك بيقول لك انت خارج من رمضان صفحة بيضة، صفحة بيضة بإذن الله بمغفرة الله. هتحط فيها ايه؟ هتملى فيها ايه؟ هتضع فيها ايه؟ رمضان وهو بيودعك بيقول لك اوعى تهد اللي انت بنيته. انت تعبت وصمت وصليت وقمت، اوعى تضيع اللي انت بنيته المعاصي التعصيه بعد رمضان. اوعى تهد اللي انت بنيته ليله القدر بالنظر للحرام. اوعى تهد اللي انت بنيته في العشر الاواخر بالمال الحرام. اوعى تهد اللي انت بنيته في التراويح والصيام بانك تسمع للحرام. رمضان وهو بيودعك، رمضان وهو بيودعك بيقول لك انقضى رمضان وسينقضي العمر كله
رمضان رمضان وهو بيوتاك رمضان وهو بيوتاك بيقول لك ما تريحش اوعى تريح لو ريحت هتقع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه وراه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ما تريحش، انت خارج من الصيام تصوم بعد رمضان الستة من شوال على طول. لو ريحت هتقع، لو ريحت الشحنة اللي جوه قلبك من رمضان هتطفي، لو ريحت الشعلة اللي جوه قلبك بعد رمضان هتروح. رمضان وهو بيوقعك بيقول لك اللي واقفين قدامي دول الله اعلم من المقبول فنحييه ومن المفروض فنعزيه. الواقفين قدامي دول منهم اللي فاز بليله القدر ومنهم اللي ما فازش، منهم اللي عمرك رقبته بالنار ومنهم اللي ما عمركش، منهم اللي فتحت له ابواب الجنه كمان ومنهم اللي لسه. يا ترى انت مين؟ يا ترى انت رقبتك واعتقد ولا لا؟ يا ترى انت فزت بليله القدر ولا لا؟ ليله القدر يعني ميزانك زاد 83 سنه عباده. يا ترى يا اخوانا رمضان وهو بيودعك بيقول لك المؤمن اذا ارتاح غفل اوعى تريح. رمضان وهو بيودعك بيقول لك النعيم لا يدرك بالنعيم فاذا فرغت فانصب. يا اخوانا ما ينفعش رايح بعد رمضان. النور اللي ربنا نوره لنا في رمضان ده نور للسنه كلها. الكلمه اللي انا عايز اقولها لكم دلوقتي، الكلمه اللي انا عايز كلكم تسمعوها دلوقتي، ان رمضان بدايه وليس نهايه. يعني ايه؟ يعني ايه رمضان بدايه وليس نهايه؟ في ناس بالنسبه لها الحمد لله انا قدمت العلاوه في رمضان نتقابل السنه الجايه. لا يا اخوانا، عارفين العسكري اللي في الجيش، الجندي اللي في الجيش اللي بيدربوه يدخل النار وبيدربوه يعيش في الجبال وبيدربوه يقفز من الطياره؟ ليه؟ هو التدريب ده هو الهدف؟ لا، ده الهدف ان لما تيجي حرب بحق وحقيقي يقدر انه يعمل الكلام ده بحق وحقيقي. اهو ده اللي انتوا عملتوه في رمضان، اللي انتوا سددتوا عليه في رمضان. مش ده المقصد الاساسي، ده المعركة بتبدأ بعد رمضان. اول ما الشياطين بتطلع تاني، اول ما الشياطين بيفك سلسلتها تاني. يعني رمضان بداية، رمضان تدريب على معركة السنة كلها، رمضان بداية وليس نهاية. اخواني اخواتي في الله، كل واحد منكم وقت صفحة بيضة هتحط في الصفحة دي ايه؟ لو انت اعمالك قبلت في رمضان هتلاقي ربنا فتح عليك في الاعمال الصالحة بعد رمضان. رمضان وهو بيودعك بيقول لك انا في خطر. خد بالك رمضان في خطر ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. يعني ايه؟ يعني انت رحمه ما يدخلش الجنة؟ يعني ايه؟ يعني ده فاز في رمضان وعبد في رمضان وجاي يوم القيامة واقف على باب الريان. انا تعبت في رمضان ادخل من باب الريان؟ ممنوع. ممنوع ليه؟ لا يدخل الجنة قاطع. انت قطعت رحمك، اوعى اوعى النهارده تقطع ارحامك، اوعى النهارده ما توصليش ارحامك، اوعى النهارده تقول احسن قرايبي بيكرهوني، احسن قرايبي بيحيدوا عليا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصدقه، افضل الصدقه على ذي الرحم الكاشح. يعني على قريبك اللي بيكرهك وبيحقد عليك افضل الصدقه اللي انت تديها له. يا اخوانا اوعوا تقطعوا ارحامكم في العيد، اوعوا ما توصلوش ارحامكم في العيد، اوعوا تضيعوا ثواب رمضان بعقوبة قطع الارحام والعياذ بالله. رمضان هو بيوقعك بيقول لك باي عيد نفرح؟ ازاي تفرح واخوك حزين؟ ازاي تحلم واخوك ملوش مستقبل؟
حاسين ياكلوا، مش حاسين بالعيب، مش حاسين بالعيب اللي احنا فيه. دول انت اطفال الصومال مهددين بالموت. هناك كانت معركه، ميه كانت بتوصل اغاثه القريه من القرى. القرود، القرود هجمت على البشر عشان تاخد الميه، وقامت معركه طاحنه ما بين البشر وبين القرود. سقط قتلى وجرحى من الجانبين. البشر بقالهم يومين ما شربوش نقطه ميه، والقرود بقالهم عده ايام ما شربوش، ولازم الميه دي يعيشوا. دول يعيشوا، ده دول اخوانك. افتكر وانت بتاكل ان ليك اخوان مش لاقيين ياكلوا، افتكر وانت بتشرب ان ليك اخوان مش راضيين يشربوا، افتكر ان في الصومال هناك اللي بيموت ممكن تؤكل جسده والعياذ بالله. افتكر ان هناك اللي بيموت ممكن ما يلاقوش مكان يدفنوه فيه. افتكر ان هناك يوميا بيموت من 6 ل 7 آلاف مسلم من المسلمين. رمضان هو بيودعك، بيقولك ان الذي يرى، ان الذي يرى اعداد المسلمين والمسلمات في مصلات العيد يظن ان هذه الامه لا مشكله فيها. مش ممكن، مش ممكن يا اخوانا. اللي يشوف اعدادنا في مصلات العيد لا يمكن يصدق ان احنا عندنا فلسطين محتله والعراق محتله والصومال في مجاعه. لا يمكن يصدق ابدا. هنعمل ايه؟ رمضان هو بيودعك، بيقولك هتعمل ايه؟ انا كنت ساليه، هتعمل ايه؟ رمضان وهو بيودعك. كل واحد مننا بيجيله فطور بعد رمضان، بينزل بعد رمضان في وباء اسمه وباء الفطور بعد رمضان. طب وزارة الصحة لما بيبقى في وباء بتعمل ايه؟ بتعمل مصل تطعم به الناس كلها. اوعى ما تاخدش المصل. حضور الدروس الدينية مصل، سماع الشرائط الدينية مصل، الصحبة الصالحة يا شباب مصل، الصحبة الصالحة يا بنات، الصحبة الصالحة يا رجال ام محمد. اللي خلى ابو لهب ابو لهب انه صاحب ابو جهل، واللي خلى عمر عمر انه صاحب ابو بكر. لو عايز تبقى، عايز تبقى مين؟ اللي هيصاحب ابو جهل هيبقى ابو لهب، واللي هيصاحب ابو بكر هيبقى عمر. هتبقى مين؟ رمضان. رمضان هو بيودعك، بيقول لك اوعى تضيع الدين، اوعى تضيع دين ربنا. كان واحد ماشي جنب حل من المحلات، فلقى المحل متخطب ستاير، ما هوش عارف فيه ايه. المفروض ان المحل يكشف اللي جواه، بيسمع لقى فيه ديشاهات بترد الارض رد. هو في ايه؟ فتح المحل وبيبص جواه، فوجئ ان شباب وبنات اللي كانوا بيصلوا مع التراويح في رمضان قاعدين جوه المكان ده، وفوجئ ان بيقدم لهم خمور. بيبص على المسرح لقى شروسي على المسرح، بيبص على الشاشه لقى قناه كليبات شغاله. كان بيتجنن، قال لهم انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا مش كنتوا بتصلوا التراويح معانا الشهر اللي فات ده؟ بصوا له كده وقعدوا يضحكوا، انت متشدد ولا ايه؟ قال لهم ازاي تعملوا كده؟ ازاي الخمر ده؟ قالوا له ده في عالم في يوم من الايام قال ان الخمور لو مش من العنب تجوز. قال لهم طب وشو راسي؟ قالوا له ده في عالم في يوم من الايام قال ان النظر لغير المسلمه يجوز. قال لهم طب والكلمات والاغاني؟ قالوا له ده في عالم في يوم من الايام قال ان المعازف تجوز. قال لهم ازاي؟ قالوا له اصل ده نايت كلاب اسلامي. هو ده النايت كلاب الاسلامي الجديد. اوعى تضيع دينك بعد رمضان. الدين دين يا اخواني. لو واحد صلى الظهر 3 ركعات ينفع؟ لا، لازم 4، يبقى زيه زي ما صلاش. الدين دين، الدين دين، دين ربنا واضح. رمضان وهو بيودعك بيوصيك الوصية الأولى، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. العلماء قالوا إن صيام 6 من شوال بعد أول يوم اللي هو اليوم ده بعدها 6 أيام يتصاموا، وممكن يتصاموا متفرقين.
الصوم الست ايام دول اوعى ما تصلش ارحامك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد ان ينسى له في اثره كان عمره طول ويبسط له في رزقه. ربنا يفتح عليه في الرزق. اللي انت بتتجه في رمضان اغنى راجل في العالم بالجنس، اغنى راجل في العالم. بيسالوه لو وقع منك ورقه اتنين دولار توطي جيبها؟ انا لا يمكن اوطي جيبها. ليه؟ قال لانما لو وطيت اجيبها هخسر اكتر منها. انا بكسب في الثانيه دي اضعاف ال 100 دولار. ده بطل الدنيا، طول الدنيا. وشوفوا حروح على الثانيه قد ايه، حريص على المكسب قد ايه. انتوا يا طلاب الدين، انتوا يا طلاب الاخره حريصين على دين ربنا قد ايه؟ اخواني في الله، اخيرا اخيرا هتقدر. اوعى تيأس، اوعى لما تسمع اللي بيحصل في الصومال تيأسوا، اوعى لما تسمع اللي بيحصل في سوريا تيأسوا، اوعى لو عندك مشكلة في حياتك، لو عندك مشكلة في حياتك اوعى تيأسوا. يا اخوانا الامل في الله. في يوم من الايام كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد كان بيكتب صلح الحديبية مع سهيل بن عمرو، وهو بيكتب ان لو واحد اسلم وراح للنبي النبي يرجعه مكة تاني. وهو بيكتب ابو جندل فك الاغلال بتاعته من مكة وكان اسلم ورمى نفسه وسط الصحابة وقال لهم اغيثوني اتتركوني اردوا الى الكفار يفتنونني في ديني والسلاسل في رجلي وايديه والدم بينزف من مكان السلاسل. الصحابة كانوا هيموتوا يا رسول الله ما ينفعش نرجعه. النبي قال لسهيل بن عمرو اجيسوا ليه؟ سيبوني استثني دم المعاده. قال له والله لا اجيسه لك ابدا. واذا لا اصالحك على شيء. عمر بن الخطاب كان هيموت، مسك السيف بتاعه ومشي ورا سهيل ومشي ورا ابو جندل وهم بيقتلوه يرجعوا مكه. يقول له يا ابا جندل انما دم المشركين احدهم كدم الكلب، امسك السيف واقتل ابوك واطلع واقرب. ابو جندل مطاش. عمر بن الخطاب راح للنبي يا رسول الله ألسنا على الحق أليس على الباطل؟ لما نعطي الدنيا في ديننا يا رسول الله؟ مش احنا صح؟ احنا سايبين ليه؟ احنا سايبين اخونا بيقتل قدام عيننا ازاي؟ احنا سايبين اخونا الكفار ياخدوا ازاي؟ احنا سايبين اخونا ايديه ورجليه تنزف من السلاسل ازاي؟ الصحابة باتوا كالتكالة. الصحابة هما بيحلقوا البعض كانوا هيذبحوا بعض من الحزن. سهل بن حنيفي بيقول لو استطعنا يومها ان نرد على رسول الله امرا لردت ماه. الرسول في وسط كل ده قال له ايه؟ قال له يا ابا جندل اصبر فان الله جاعل لك فرجا ومخرجا. ومرت الايام وربنا جعل لابو جندل فرج ومخرج ومكة اتفتحت وبلال طلع فوق الكعبة وأذن واتهدمت الأوثان وكل مكة دخلت في الإسلام واتفتحت جزيرة العرب واتفتح العالم ورأيت لا إله إلا الله انتشرت على نص الكرة الأرضية. يا أمة محمد ما تيأسوش، خلوا الوقت كلها أمل، الأمل في ربنا، الأمل في انتصار الإسلام. لو أمريكا بتقتل إخواننا في الصومال دلوقتي، لو اليهود بيقتلوا إخواننا في غزة دلوقتي، لو الأمريكان بيقتلوا إخواننا في العراق دلوقتي، هيجي اليوم اللي شريعة ربنا هتحكم، هيجي اليوم اللي قانون ربنا هيسود فيه.
الصومال، اللهم اطعمهم كما اطعمتنا، اللهم اطعمهم كما سقيتنا، اللهم اغث اخواننا في سوريا، اللهم حرر فلسطين، اللهم اغثنا، اللهم ثبتنا على طاعتك بعد رمضان، اللهم لا تجعل اخر عهدنا بالصيام والقيام رمضان، اللهم كما ثبتنا على طاعتك في رمضان فثبتنا عليها بعد رمضان، انك ولي ذلك والقادر عليه. ابشروا يا اخواني وابشروا يا اخواتي، ربنا يفرج كروبكم، ربنا يرفعكم، ربنا يحفظكم بالاسلام، ربنا ينصر بكم الاسلام، ربنا يسددكم على طاعته. بارك الله فيكم، اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. الله اكبر، الله اكبر،